هو ده تساؤل النادي الاهلي، وزي ما قلنا النادي الاهلي زي ما قال الكابتن هيثم بيشتغل على اخطائه، وشايفين الاخطاء الفنيه بالتاكيد، وشايفين بعض اللاعبين اللي مش في حالتهم، ولكن ده مش هيخلينا مستباحين من الاخطاء التحكيميه. وبيان النادي الاهلي كالعاده مش هو لا بيان مرسل ولا بيان بيدعي اخطاء، لا، الخبراء التحكيميين على مدار ما تم من مباراه في الدوري اعلنوا الاخطاء التحكيميه. والغريب ان كل التقدير طبعا للتحكيم المصري، لكن الاخطاء التحكيميه دي بتحصل ضد النادي الاهلي والمنافس، بتحصل اخطاء تحكيميه لصالحه نفس الاخطاء. يعني ايه؟ يعني امبارح وانت سيء في الاداء الفني يجي لك ركله جزاء في الدقيقه 42، ركله الجزاء تتسجل، يبقى طلعت الشوط الاول متعادل، فتقدر تنزل الشوط الثاني وانت عندك افضليه ان انت تجيب هدف الفوز. الاهم كمان ان في الشوط الثاني طرد مدافع غزل المحله في الدقيقه الاولى منه بعد عرقله محمد شريف، لم يحدث هذا الامر، وبالتالي اخطاء تحكيميه عرقلتك ان انت تعود في المباراه. هل انا بقى كجماهير النادي الاهلي هتجه لجلد الذات فقط لا غير، وللاعبين وللجهاز الفني والمسؤولين؟ لا، انت من حقك تغضب واحنا كلنا غضبانين، لكن في نفس الوقت مش من حقنا اننا نفرط ابدا في حق النادي الاهلي. لو استعرضنا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت امبارح وركله جزاء محمد هاني اللي كانت في الدقيقه 42 عشان تبقى الامور بالنسبه لنا صوت وصوره، عشان نبقى مش بنتكلم كلام مرسل يا كابتن هيثم، لان الحقيقه ادي ركله الجزاء، ادي كره محمد هاني، عرقله واضحه وصريحه. انا عايز افهم العرقله الواضحه والصريحه دي ازاي حكم الفار لم يستدعيه بالظبط، خاصه ان حكم الفار ده حكم سيد شعبان، هيكون لنا اخطاء تحكيميه ثانيه هنعقب عليها، هنشوف مدى الدقه ومدى حرصه ان هو يظهر الحق، ودايما يكون عايز يكون بيراجع حكم الساحه وبيوريه الحاجه اللي مش ممكن يكون شايفها. دي اعتقد كل الناس شافتها، واعتقد في خطا زيها وركله جزاء زيها للمنافس اتحسبت قبلها بمباراه. وهل يا ابو حميد سؤال برضه، هل انا لو انا مش في فورمتي الفنيه ما خدش حقي تحكيميه؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هل هو ده المبدا؟ لا طبعا، يعني المبدا ان انا انت يعني بتقيس اداء التحكيم او الحكم في المباراه او الاداء التحكيمي بيشوف بيقيم الفرقه، لا النهارده هي في الاوف داي يبقى ما اداهاش حقها. بالعكس، انا ماليش دعوه بدون الفانيله، انا بحكم كره زي دي كانت تفرق جدا في سير المباراه بالظبط. ولو انا سايق ممكن تساعدني ان انا اعود للمباراه. طب الكره دي عدت، طب في كره تانية في بدايه الشوط الثاني وطرد واضح انفراد لمحمد شريف في بدايه الشوط الثاني، بيتعامل معاه محمد فتح الله لاعب غزل المحله بمنتهى، بس خطا. الغريب بقى ان الحكم شاف الخطا، وهنا الكلام ما فيهوش لا اجاده ولا في اي افتعال. انت كحكم مباراه شفت الخطا وده لاعب منفرد والكوره خلاص في حوزته ومفيش مدافع تاني هيواجهه منه للمرمى، القانون بيقول طرد مباشر مش انذار كمان. بالظبط، طرد مباشر لانه هو اللاعب شريف كان رايح يحط هدف، هو اكتفى بالانذار. بالظبط، اكتفى بالانذار، لا طرد مباشر، ودي برده كانت تفرق في سير المباراه. لا، الاهم ان نفس المدافع ده له خطا مع الكابتن وليد سليمان يستحق عليه الانذار الثاني، ايضا الحكم محمد معروف تجاهل الاخطاء. طب ده خطا مباراه غزل المحله، عندنا اخطاء في البيان. انت فقدت نقاط النهارده في الدوري المحلي معظمها باخطاء تحكيميه، حتى المباريات اللي انت فزت فيها كنت بتتغلب فيها على اللاعبين المنافسين وعلى اخطاء التحكيم. عندي في مباراه سيراميكا يا كابتن هيثم بالظبط اوفسايد، بالظبط هدف تم الغائه، كل خبراء التحكيم قالوا ان الهدف زي ما احنا شايفين اهي الكوره قدامنا. الاعجب يا كابتن هيثم ان الاوفسايد مش محتاج اجتهاد، دي خطوط بتتعمل في الفار. صحيح. خلصت، لا محتاجه اجتهاد من حكم المباراه ولا محتاجه اجتهاد من حكم الفيديو، الخطوط والخطوط واضحه قدامنا، واللاعب واضح جدا ان الكابتن محمد شريف مغطيه. طبعا ده غير صوره هدف تاني اوفسايد في مباراه المقصه، ايضا دي برده اخطاء تحكيميه وقع فيها اهي معروضه مع حضراتكم، يعني زي ما حضراتكم شايفين، يعني هدف ملغي واوفسايد ما فيهوش، يعني في الوقت اللي انت المسطره مش واحده، يعني سيراميكا انت عامل مسطره وعلينا وقايل ما فيش اهي الخطوط بايده، خطوط باينه، احنا ما بنقولش خطوط الفار باينه وكل حاجه، ما فيهاش اجتهاد، يعني مش متسابه لعين حامل الرايه. اسهل حاجه، او بالظبط اسهل حاجه تقدر تحسبها هي الاوفسايد في وجود الفار، بس لو عايز تحسبها ده، لو عايز تحسبها. لا مش كده وبس بقى، انا عندي فقدت نقطتين امام وادي دجله، اعتقد يعني كل المن في الملعب وامام الشاشات كانوا شايفين ايد بيكهام وهي بتتشد، ادي الا الكابتن احمد غندور وطبعا حكم الفيديو، الصوره واضحه ومش محتاجه اي تعليق. دي ايه؟ بس دي ايه؟ الجذب ده ايه؟ داخل منطقه الجزاء، دي لاي تيشيرت اخر غير التيشيرت الاحمر، الكره دي ركله جزاء. صحيح. فبالتالي يا كابتن احنا اخطائنا اللي بنتكلم فيها اخطاء واضحه، ده غير مباراه البنك واللي حصل عليها البنك الاهلي طبعا، واللي حصل عليها خلافات كتير، لينا ركله جزاء ولينا كمان هدف
الكابتن جمال غندور وهو بيحلل الهدف ده بيقول انا نفسي اعرف هو الفار استدعاه ليه؟ بروتوكول الفار ان انت يكون عندك صوره واضحه غير اللي شافها الحكم تثبت ان في واقعه، الكره دي ما فيهاش اي واقعه، واعتقد اللي متابع طبعا الدوريات الاوروبيه طبعا هدف لبايرن ميونخ كان واضح جدا بنفس الطريقه دي واتحسب عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، لكن مع النادي الاهلي في مشكله وتخسر كمان نقطتين امام البنك الاهلي، وكمان كان في لمسه يد على مدافع البنك في نفس المباراه دي. وتحس ان ده يعني منهج اسلوب ممنهج ان انت حاسس ان تكرار الاخطاء دي معايا بس ولا ومتكرره شبه كل مباراه يعني زي بيراميدز كمان يعني بيراميدز وضربه جزاء غير محتسبه لمحمد الشريف يعني اهي قدامكم معروض على حضراتكم اهو يعني عايز اقول دي يعني ازاي وازاي لو عدت الحكم تعدي على الفار يعني تحس ان الموضوع بقى لا يعني ممنهج شوف الرؤيه الكابتن جهاد هو دخل على رجله الاول الكابتن جهاد جريشه اللي بيشوف الايد خارج نطاق الجسم عاده بيشوف الكره ومفيش اي بلوك معمول قدامه والتحكيم فاهم ده كويس وكمان الفار لم يستدعي الحكم ده كمان في المباراه دي في هدف واضح لولتر بواليا وايضا لم يتم لا انا بس الكره اللي فاتت دي اللي هنعرفه واللي اتعلمناه في الكره طول عمرنا انه لو انا داخل بعمل تاكلينج لو لمست رجل اللعيب الاول خلاص دي خطا انما لازم البس الكره الاول هو داخل على رجل اللعيب فدي يعني تغاضيها سواء اهي هو داخل على رجل الشريف الاول هو شال رجل الشريف دي حتى لو الحكم ما شافهاش الزاويه صعبه الفار احنا كنا احنا شايفينها فازاي الفار لم يستدعي الحكم عشان يقول ان دي ضربه جزاء اذا الاخطاء ممنهجه باسلوب لا تحس انه فيه تعنت واضح ضد النادي بص بقى عشان نكون واضحين هل دي اخطاء تحكيميه ده طبعا هدف بواليا اللي في نفس المباراه وخرجنا المباراه دي 0-0 واخطاء الكابتن جهاد جريشه في مباراه الاهلي وبيراميدز عديده وفيها مباراه في الكاس وخرجنا من الكاس مره قصه طويله جدا مع التحكيم المصري لا تنتهي والغريب ان اللي بيتم احتساب ليه ركلات جزاء مش حقيقيه هو اللي بيطلع يشتكي من التحكيم المصري فكان لازم وقفه زي دي مع التحكيم المصري بحصاد احنا بنقول الكلام ده ليه لان عندنا لقطات ثانيه بتوضح ان المعيار لا ثابت مع حكم واحد ولا ثابت مع كل الحكام ركله جزاء محمد هاني شفناها امام غزل المحله قبلها باسبوع ركله جزاء الزمالك مع المقاولين العرب حميد احداد نفس القصه نفس اللقطه ولكن لون التيشيرت اختلف فالقرار اختلف ركله جزاء والجميل كمان في الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو ما استناش حتى حكم الفار صفر ركله جزاء اجاده منه لكن فين بقى الكابتن الوحدة. محمد معروف فين المسطره الواحده هو ده اللي احنا بنقوله في الوقت اللي النادي المنافس بتحسب له 10 ضربات جزاء حتى الان يعني بيتهيألي ده ريكورد يعني بيتهيألي رقم كبير 10 ضربات جزاء بتحسب لك تقريبا كل مباراه تقريبا يعني رقم القصه مش كده القصه مش بس عدد ركلات جزاء القصه كمان ان ركلات الجزاء دي اكتر ركلات جزاء اثارت الجدل في الاستوديوهات التحكيميه كل استوديو تحكيمي يطلع في اثاره للجدل حتى مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك كان فيها خطا تحكيمي الاستوديو التحليلي للكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي كانوا بيحاولوا يلاقوا مخرج للكابتن البنا والكابتن محمد عادل ان ركله الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي ركله جزاء الغريب ان نفس اللقطه دي حصلت في مباراه الزمالك وبيراميدز بس زي ما قلنا لون التيشيرت اختلف دخل الونش خليه مكان رامي ربيعه ودخل عواد خليه مكان علي لطفي وجون انطوي كان مكان سيف الجزيري تقريبا الصوره لو اتعرضت هتلاقي جون انطوي مدفوع او مضروب في رجله الثابته من الونش وكمان مصطدم بركبه عواد بعد ذلك والحكم المصري او التحكيم ما كانش فيه اي قرار وانا مع ان ما يكونش فيه قرار بس بالتالي ما يكونش فيه قرار هنا كمان ما يكونش فيه قرار في مباراه الاهلي ادي يا كابتن هيثم صحيح شوف اللقطه دي داخل الونش ما لمس الكوره الغريب بقى ان الحكم حسبها ركنيه عشان يريح ضميره من فكره صحيح. ان يقول ان المدافع لعب عليها وطبعا الكابتن جهاد جريشه واقف وشايف وزاويه الرؤيه واضحه جدا وللاسف مفيش حديث عن فكره التحكيم المسطره مش واحده وده يعني باين القاسي والداني ولكن للاسف بيان النادي الاهلي النهارده وضح كل الامور دي وضح كمان التعنت مش بس في التحكيم لا ده التعنت كمان في وضع المباريات بس قبل المباريات تعال نشوف كمان نكمل الاخطاء التحكيميه ونشوف صوره لدفع على بن شرقي في مباراه المقاولين العرب اللي طبعا سعداء ان المقاولين العرب اتحسب له ركله جزاء امام نادي الزمالك دي صوره واضحه جدا تمام الزق واضح الدفع واضح في الدقيقة 4 بداية المباراة لم تحتسب. نيجي تاني لمباراة بيراميدز وركلة الجزاء اللي اتحسبت في الدقيقة 91 نتيجة لمسة يد أحمد سامي اللي تقريبا كابتن جهاد جريشة والله أعلم كان بيعوض موقفه مع أحمد سامي في مباراة الزمالك والمقاصة عندما كان الزمالك والمقاصة في صراع على المركز الثاني بعد أن كان النادي الأهلي
تقريبا شبه حسم الدوري كالعاده في الموسم ده، احمد سامي ايده جنبه. لكن قبل احمد سامي دي يا كابتن هيثم لقطه للزمالك والمقاولين العرب لسه عارضين زيها بالظبط دلوقتي، لقطه محمد شريف مع مدافع غزل المحله. صحيح. القرار هنا كان ايه؟ توقع طبق القانون طرد بالظبط. مين بقى اللي طبق القانون؟ نفس الحكم مباراه الاهلي وغزل المحله، الكابتن محمد معروف. فلما نقول هنا يا جماعه المعيار مش ثابت، يبقى لازم الناس تصدق دي نفس الكوره ونفس اللقطه لنفس الحكم، ولكن لون التيشيرت اختلف فالقرار اختلف. هل بالزبط. ده ما يطرحش تساؤلات ويخليني اطالب كنادي اهلي بتحكيم اجنبي؟ اعتقد الصوره واضحه. مش بس الخطا ده، عندنا اخطاء تانية يا كابتن هيثم. بص بقى ده وماتش الزمالك وادي دجله، احنا طلعنا كابتن هيثم اشدنا بالحكم الفار ده في المباراه دي. ليه اشدنا بيه؟ لان لا نادي الزمالك ولا لاعبيه ولا الجهاز الفني شافوا الكره دي، ولا حد من لاعبي نادي الزمالك شافوا الكره دي، ولا حد اعترض عليها. وفوجئنا جميعا بسيد شعبان حكم الفار بيستدعي حكم الساحه. صحيح. في الدقيقه 89 بيقول له في لمسه يد، تعالى احتسب ركله الجزاء لصالح نادي الزمالك. وبالفعل وهو ده دور الفار، يعني دور الفار ان لو الحكم مش شايف. ما هقول لك ليه بقى بالزبط. ليه جايبين اللقطه دي؟ ليه جايبينها؟ لان ده نفس حكم الفار في ماتش الاهلي والمحله. فالكابتن سيد شعبان اللي اشادنا بيه بعد اللقطه دي اللي احتسب ركله الجزاء لنادي الزمالك، صحيح عبد الله جمعه ضيعها، هو نفس الحكم اللي كان قاعد على الفار اللي ما شافش ركله الجزاء محمد هادي. ده معيار ثابت، الصوره والفيديوهات امام حضراتكم. هل ده معيار ثابت؟ هل دي لمسه اليد اللي على احمد سامي اللي كل التحكيم قال ان ايديه في نطاق جسمه ودي زاويه واضحه جدا يعني ينزل من غير ايديه، ولا ده تعويض يا كابتن جهاد جريش على موقفك مع احمد سامي؟ الكل اجمع ان دي مش ضربه جزاء طبعا، يعني كل كابتن جهاد جريش يعني كل اجمع ان هي دي في نطاق جسمه، وانه لو شلنا ايده تيجي في صدره، الكره تيجي في صدره، ومع بالزبط. ذلك تم احتسابها ضربه جزاء، ويعني بشكل غريب، يعني بشكل غريب وفي توقيت غريب. لا توقيت بص هو خلاص يعني موضوع ضربه الجزاء دي بقت اساسي لنادي الزمالك. لكن نفس لمسه اليد، تعال نشوف لمسات اليد لما بتحصل ضد او لصالح النادي الاهلي ايه اللي بيحصل. دي طبعا يا كابتن دي نفس اللقطه بتاعه جون انتوي مباراه بيراميدز اللي اتكلمنا عليها، رامي ربيعه وعلي لطفي. وعندي كمان لقطات بقى للمسات اليد للنادي الاهلي، لو عندنا الصور يا جماعه نعرضها، صور البنك الاهلي لمسه اليد مع قفشه، وصور كمان مباراه طلائع الجيش. لا صورة طرد طارق حامد امبارح، يعني في يعني هو الاول امبارح المباراه ده اهي. يعني خلينا دي دي ما اتحسبتش ركله جزاء، حكم جزائري الحكم جمال حيمودي قال ان الكره دي ركله جزاء واضحه، وان المدافع ايديه اصلا بره جسمه وهو اللي رفع ايديه للكره، ودي كمان دي بتاعه طلائع الجيش ايديه بره جسمه ولكن لم تحتسب. وانا معاك ممكن ما نحتسبش دي، ان الراجل ايديه مش واخده مش مكوره حاجه جسمه بشكل كبير، لكن مع النادي الاهلي مش بتحسب. صحيح. مع انديه اخرى بتتحسب. فهنا السؤال، امتى معيار التحكيم المصري على مدار الموسم الاخطاء اللي احنا شايفينها دي، امتى المعيار يكون واحد؟ ماتش وادي دجله عندي اخسر نقطتين، ماتش بيراميدز اخسر نقطتين اخطاء تحكيميه، ماتش البنك الاهلي يتلغي لي ركله جزاء ويتلغي لي هدف واخسر نقطتين، ماتش المحله امبارح اخسر نقط، على الاقل اخسر فرصه ان انا يكون اادي في الشوط الثاني اداء جيد لما ادخل المباراه تعادل. دي يا كابتن هيثم اخطاء تحكيميه كان لازم نقف عندها. الغريب ان كابتن نادي الزمالك الكابتن شيكابالا في الممر بعد مباراه الزمالك وبيراميدز طالع بيوجه كلامه للتحكيم المصري وبيقول هو انتوا الدوري مفصلينه؟ بقى ده بعد الاخطاء التحكيميه دي الدوري بالفعل للتحكيم المصري يبقى متفصل؟ اعتقد يا كابتن شيكابالا لو رجعت واقتنعت ان هو متفصل فانت اكيد هتعرف هو متفصل لمين. صحيح. مش للنادي الاهلي اطلاقا. صحيح. وخليني